привез с собой кису из запретной мечети. Я хотел бы предоставить этот подарок лично муфтию шейху Равилю Хазрату за верное служение книге Всевышнего. Это от главного управления двух святынь. Это есть лоскуток кисвы, который надевается на Каабу. Также здесь приложено CD, в котором подробно рассказывается о том, какие усилия прикладываются правительством Королевства Саудовской Аравии в деле расширения запретной мечети в Мекке. А также постоянное служение правительства Саудовской Аравии в управлении делами двух святынь. Действительно, сегодняшнее расширение запретной мечети является самым крупным и самым большим за всю историю этой мечети. Расширение мечети, расширение также дома Всевышнего и, безусловно, Святой Земли. Спасибо большое вам, уважаемые муфти. Мы благодарим уважаемого шейха. Наш хруджи зили шукр фадлятий шейх. اللهم يا ربنا يا مولانا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام آمين. يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين آمين. اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة برحمتك وفضلك وجودك يا رب العالمين آمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان آمين. اللهم احفظ المسلمين في روسيا آمين. ووفقهم لما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشرح صدورهم وألف بين قلوبهم اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه برحمتك وفضلك وجودك وكرمك ومنتك يا أرحم الراحمين اللهم اعف عنا وتب علينا وسامحنا
اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك على كتاب الله تبارك وتعالى، فاجمعنا في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. تكبير. الله أكبر. تكبير. Уважаемые дамы и господа, братья и сестры, мы благодарим всех вас за то, что вы были вместе с нами на празднике Благородного Курана. И надеемся, что наш конкурс принес вам много положительных эмоций, познакомил с историей Священного Курана в России и позволил открыть доселе неизвестные грани Священного Курана. Просим Всевышнего, чтобы будущие конкурсы приносили нам новые радости и светлые мысли, были хорошим поводом и мотивацией для изучения, а самое главное для понимания злобы Всевышнего Творца. قوة الإيمان والصحة والعافية والقلوب المعطاء والتوفيق في كل ما نقوم به من عمل صالح خدمة للدين الإسلامي الحنيف وقرآننا المجيد. С вами была заслуженная артистка Дагестана, Татарстана, Карачаево-Черкесии, заслуженный работник культуры Ингушетии, ведущая Динара Садрутдинова.